في إطار زيارة المفوض الأوروبي لدول الجوار وسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية أوليفر فارهلي لمصر، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كمتحدث رئيس من خلال كلمة عبر الفيديو في حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25.5 مليون يورو تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية. إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويقوم بتنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشارك كذلك في تمويله كل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. إن الاحتفال يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويل الأوروبية عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال توفير استثمارات كبيرة لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة ونشر التكنولوجيا العالية وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات ومن ضمنها المياه والصرف الصحي والري